أهنئ كل الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، عاده الله على الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله باليوم وكذلك بالصحة، وخاصة للشعب الليبي. أتمنى فعلا أن هذا العيد يكون عيد مختلف، عيد تسامح، عيد ود، أن احنا ننسو أحقادنا فيما بيننا، أن احنا فعلا نحب بعضنا في هذا العيد. آخر شيء، ربما كنت أنا نتوقع أن نطلع ويكون ورائي علم التوار، ولكني اليوم أنا طالعة وعلم التوار وراي، وأنا سعيدة جدا لعدة أسباب. أننا كنا نتحدث أن هذا العلم هو علم الانشقاق، أن هذا العلم هو العلم الذي يفصل بين الأقاليم الليبية وإلى غير ذلك من كلام، يعني كنا نتداوله سواء في الوسائل الإعلامية أو هذا ما تحاول الدولة، أو لنقل سياسة الدولة، أنها تزرع فينا مش من هذه الفترة ولكن من سنوات وربما عقود. ولكن وجدت أن هذا العلم هناك دماء دفعت لأجله، هناك شباب ضحوا لأجل هذا العلم مهما اختلفنا حوله، لأجل كل هؤلاء الذين خرجوا، لأجل كل هؤلاء الذين انتفضوا. لابد أن نحترم رغبتهم، نحترم رغبتهم، لأن هذه الرغبة لم تفرض. بالنسبة لي نتكلم كهالة المصراتي علي، أنا شخصيا ما فيش حد فرض علي شيء. أريد أيضا أن أتحدث عن النظام، تحديدا معمر القذافي وأبنائه، وأريد أن أتحدث عن الجبهة الإعلامية التي خلال 7 أشهر احترقنا كلنا، عشنا محرقة في القنوات الإعلامية الليبية. لم يكن العمل بدافع مال كما يعتقد البعض، ولم يكن بدافع طمع، ولم يكن بدافع ان احنا حابين نتقلد مناصب. بالعكس، كنا نقول كل ما اول ما حتهدى الامور، كل حد فينا كان مقرر ان هو يسلك اتجاه اخر، او ان هو ياخذ منحنى في حياته مختلف عن المنحنى اللي احنا ظهرنا به. ولكن هذه المحرقة عشناها وعاشوها ايضا العديد من الاشخاص بسبب ما كان يزرع في رؤوسنا. لم نكن نعتقد أن هذه هي ثورة شباب، ولم نصدق هذا. لم نكن نعتقد أساسا أن اللي موجودين هم شباب ليبي متعلم، شباب مثقف، شباب واعي. الفكرة أو الصورة التي كانت تصلنا والتي يعني زرعت الرعب فينا، واللي خلت حتى العديد من الأهالي، العديد من الأسر يعيشون حالة هذه الرعب، إن هؤلاء شردمة، إن هؤلاء حفنة من اللصوص، إن هؤلاء مجموعة من الأفغان، تنظيم قاعدة، إسلاميين، وإلى غير ذلك من كلام. الأنكى من ذلك، الصورة السوداوية اللي تم أيضا الشغل عليها، إن هؤلاء ما أن جاءوا إلى مكان إلا قاموا بالسرقة، قاموا بالتخريب، قاموا بالنهب، قاموا باغتصاب الفتيات، تقطيع الصدور، وإلى غير ذلك من أمور يعني أي ليبي ما يرضاش بها. ولما نقول أي ليبي ما يرضاش بها، هذا يخلينا نرجع حتى إحنا مجموعات الإعلاميين بما فيهم أنا، كنا نقولوا كيف هما الناس اللي هم التوار ليبيين، هذا مستحيل يكونوا ليبيين. لأن احنا لما كنا نتكلموا ما كناش نتكلموا واحنا مجرد ان احنا يعني ممكن لو حد من التوار يشوف فينا يقول هذا الناس تكذب، بس احنا كنا مصدقين هذا الشيء، بدليل ان كنا نتكلم بحرقه، كنا نتكلم بحسره، كنا يعني انا واحده من الناس لما كان في فيديو مثلا في تقطيع وفي قتل وفي ذبح، كان يفضل يعني في القناه اني ما نشوفش هذا الفيديو، لاني من نوع نتاثر ومن نوع نبكي، فكان يطلعوا لي فيه فجاه. كنت طالعه يعني من فندق كورنتيا، يعني انا ومجموعه من الاعلاميين، لدينا ضيق شديد، لدينا يعني أيضا خوف من المصير المجهول اللي بينتظرنا، باعتبار أن كانت هناك حركة في طرابلس، انتفاضة من طرابلس، كان هناك ثوار أيضا قادمون. اعتقادنا احنا كالإعلاميين أو مجموعة الإعلاميين اللي كنا طالعين، أن احنا حنموت في أماكننا، وأن احنا حننذبحوا في أماكننا. ما اعتقدناش ان الامور
يعني حتكون منظمة أو حتكون مرتبة، أنا حنحكي عليها لمصراتي شخصية. يعني لما شفت التوار لوهلة اعتقدت أنهم الجيش الليبي، ولكنهم لم يكونوا الجيش الليبي. أشخاص حاولوا حمايتنا لما لقوا أن في مجموعة من الفتيات عائلات، وجدت الصدور عارية أمام السيارات من أجل أنها تقي علينا شر الرصاص. كان هناك تبادل لإطلاق النار من الطرفين. وجدت أنهم يبحثون عن طريق آمنة لكي نصل لأماكننا في الوقت الذي كنا نحن نتصل بكل الجهات، بكل المسؤولين، بكل الأشخاص الذين كانوا يعملون، يعني يعتبر يفترض أنهم هم مدراء لنا في قناة الليبية ولا غير ذلك، اللي سكر تليفونه، اللي ما يبيش يرد، اللي أصلا هارب. يعني تم التضحية بنا بمنتهى البساطة. معنا احنا قناة ليبيا يفترض ان احنا نتبع سيف الاسلام رأسا، ولكن وجدنا ان حتى هذا سيف الاسلام لم يراعي حرقتنا، لم يراعي تضحيتنا، لم يراعي اننا نحن كنا ننزف، كنا ايضا ندافع عن الوطن. ربما يعني زي ما التوار انتم تحبوا ليبيا وعندكم هدف هو اسقاط النظام، نحن أيضا نحب ليبيا وننظر أن هذا الموضوع مؤامرة ونريد أن نحافظ على ليبيا من هذه المؤامرة وهذا الاحتلال وهذا يعني أشياء أمور كثيرة تداخلت مع بعضها. مش هنعيد ونكرر كلامي لأن في بعض الأمور اليوم أصبحت واضحة لدي جدا، لأن الحديث والتحاور مع التوار أو مع عناصر منهم خاصة القياديين منهم يجعل الأمور بينة وواضحة وشفافة ونقية. يعني الإنسان لم يعد لديه شك في أن هذه ثورة شباب، أن هذا مطلب الشعب، أن على كل الشعب الليبي اليوم أن يلتحق بهذه الثورة، أن ينضم لهذه الثورة. الناس اللي ربما لازال لديهم هاجس أن القادم سيكون أسوأ، أريد أن أطمنهم أنه بما رأيت وبالمعاملة التي تلقيتها أنا متأكدة أن ليبيا حتكون أفضل بكثير. أنا حابة نأكد شيء، أننا جلنا لم تكن لدينا أي معلومات حقيقية، لم تكن لدينا أي صور واضحة، تم عزلنا بالكامل، تم عزلنا عن المجتمع، تم أيضا نحن الإعلاميين تم ترهيبنا أو زرع فينا شيء إن ما تمشوش، كان اتصل بكم حد روح حد هذا بيغتالكم، كان أكلمكم حد باش تاخدوا منا مواد، هذا ما تمشولاش، هذا روح بيقتلكم، هذا من التوار، راهو ما خلوا خطواتكم محدودة، خلوا في نفس الوقت لم تتصل بنا الجهات الأخرى. بالنسبة لي أنا هلا المصراتي أي شخص اتصل بي أو حاول إنه يوضح لي الصورة أو حاول إنه هو يبين لي أو حاول إنه هو يساعدني في الخروج من ليبيا يواجهني، لأن هذا لم يحدث. بالعكس كل ما كنت أتلقاه من الأشخاص الذين هم أيضا أقول ربما لا يمثلون الثوار بشكل كامل، لم يكن يشجع على الانضمام لثورة 17 فبراير باعتبار أن كلها كانت تهديدات وكلها كان سب وكلها كان شتم، ولكني قابلت الثوار الذين كانوا في المحرقة، الذين كانوا في الجبهات، الذين كانوا يعني يباتوا في العراء، الذين كانت صدورهم عارية في وجه النار في وجه الجراد. هناك أشياء كثيرة أدركتها منهم، يعني أكثر من تقريبا من 60 شخص منهم شفتهم كانوا يحكوا ويروا في ذات الرواية وذات القصة، مما يؤكد أن ما فيش في كلامهم أي مغالطات أو أي كذب. يعني الإنسان لما بيكذب لما شخص ثاني بيحكي الحكاية ممكن تقدر تقارن بين حكاية هذا وهذا تكتشف أنه هو كذاب، ولكن كل من قابلتهم يسردون ذات القصص ذات التفاصيل مما يؤكد صحة ما يقولون أو صحة ما يدعون. يعني شباب فعلا نعم الشباب، شباب نفخر أنهم أبناء لليبيا، شباب متعلمين، شباب يعني أيضا يعني من مدينة طرابلس. هالا العدد الكبير اللي كان من مدينة طرابلس قرابة 7000 طائر كانوا موجودين في الجبهات، هذا شيء فاجأني، هذا شيء صدمني. يعني فعلا المعلومة هذه ما كانتش عندي نهائيا أن في شباب من طرابلس موجودين في الجبهات، لكني تفاجأت بهم قابلتهم الشباب. طبعا مشاهدين هذا اللقاء مازال مؤطول من هيك، طبعا هذا الجزء الاول بس، كلام متناقض على اللي كانت تقول فيه هلا تو، متناقض على اللي كانت تقدم فيه. المشكله احنا خدمنا معاها وعارفين كل شيء، عارفين حقيقه الوضع.